فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19، الوباء كما صنفته منظمة الصحة العالمية، جاء ومعه مصطلحاته الجديدة، وتفنن العديد في تصميم أساليب الوقاية منه بطرق مختلفة وغريبة في بعض الأحيان. الكمامات على سبيل المثال أبرز وسائل الوقاية من عدوى هذا الفيروس، لم تكن عند البعض مجرد غطاء وقائي لصحتهم، ففكروا واجتهدوا وابتكروا كمامات بتصاميم مميزة أنيقة وغريبة في بعض الأحيان. كمامات زينتها حبات الكريستال كانت قبلة لمشاهير العالم من فنانين ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأخرى رسمت عليها صور لأبطال الرسوم المتحركة أو فناني العالم أو مشاهير الرياضة. كمامات اختلفت تصميماتها وتنوعت ألوانها ليظل الهدف واحداً، صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من فيروس كورونا المستجد.